اكو ملك، ملك في زمان سابق نعم استدعى او سجن لواحد من القبائل العربيه، من سمعت قبيلته حشمت كلهم راحوا للملك سالهم قال لهم شنو هذا الشخص اللي انتم كلكم جايين عليه؟ شيب وشباب ورجال ونساء. قالوا له هذا الامير مالنا. زين. قال لهم لم يعرف عن نفسه. لماذا لم يعرف عن نفسه؟ قال ابى الذله، ما راد يعرف عن نفسه حتى ينذل. ما قال انا امير. قال لا هذا ما هذا اميركم وهاي كلها الناس جايه عليه، اطلق صراحه. جاي سمعيني ست؟ نعم نعم شيخ وياك. من اطلق صراحه هذا الملك؟ ورا فتره سمع انه هذا راعي مال الابل مالت هاي القبيله، مو ملكهم، راعي. فدزلهم طارش، قال لهم شنو هذا؟ شنو هالوقفه؟ شنو هاي يعني القضيه اللي سويتوها على راعي؟ فقال له ولي ليس فينا اميرا ان ذل راعينا. ما عندنا امير اذا راعينا ينذل. نعم. ست العرب قبل ما رضوا على راعيهم ينذل. الله اكبر. زي. احنا الحكومه العراقيه جايه تشوف وتسمع، هيش من امك؟ هيش من اختك؟ تسمحي لي انت بنيتي او اختي. هيش من عرضك؟ انتم كلكم هيش العراقيين، انتم هيك من عندكم العراقيين. يا رب احنا العراقيين اخوت، احنا اخوتكم، احنا تربطنا وياكم الفا وجوره وعلاقات، ويا ما قدمنا لكم فسائل النخيل، حنه الفاو، تمر الفاو، مي الفاو اللي كان ميكم مالح تاخذونه من الابار. هسه اذا اكو واحد بالكويت انسان كبير خلي يسالونه، انا خالاتي بالكويت، اولاد خالتي بالكويت،